ما يجعلها خزانا للكفاءة. جيد لمراسم التنصيب. المطلوب منكم انتما ان تقدموا يد مساعدة الى السيد الوالي الجديد الذي تم تعيينه هنا بولاية الجلفة. يقولك انتما المواطنين ككل منتخبين في المجالس، المجلس الشعبي البلدية، المجلس الشعبي الولائي، المنتخبين على المستوى المركزي، فعاليات المجتمع المدني، كل واحد كيفاه يقدم المساعدة. أنا متيقن أنه إن شاء الله ينال رضاكم، وسيعرف في الأسابيع الأولى، الشهر الأول، شهرين ممكن الأولين، كيف يشخص إذن نقائص هذه الولاية، وكيف كذلك يحصي محاسنها، وسيعرف كيف يحدد إذن الاستراتيجية تاعو، ويحدد أهداف هذه الاستراتيجية.